تعالى معايا يا روكي. شايف اللي قدامك دي؟ شايف كل الحاجات اللي شايلها على قلبها من وهي صغيرة؟ بقالي 35 سنة مش عارفة أبص في المراية. طول عمري حاسة إن أنا تقيلة، مش شبه البنات. حاولت كتير أخس بس ما عرفتش. أنا فاشلة، مستاهلش أتحب. أنتوا ما عندكم حق، أنا وحشة. إحنا مين؟ وليه مدية الناس الحق إنها تتدخل قوي في حياتك كده؟ وليه بتقسي على نفسك قوي كده؟ حاجات كتير اللي بتقول عليها مش عاجباكي دي انا مش شايفها اصلا. انا عارف ان انت ممكن تكوني اتوجعتي قبل كتير من الناس ما عندهمش دم ولا احساس، بس انت كمان لازم ما تفتحيش الجرح ده ولا تضغطي على نفسك اكتر من كده. انا محبوسه يا راجل، محبوسه في جسمي مش جسمي، مش شبهي، اتقل مني ومش عارفه اخرج منه. انت مش محبوسه يا نبيل، انت اللي حابسه نفسك بكلام الناس. بس انت دلوقتي معايا، لو بصيتي هتلاقي نفسك بره الحبس ده. انا عمري ما حسيت ان انا ست ولا حسيت ان انا حلوه. من اول يوم وانا معجب بيكي وانا شايفك احلى ست. عمري ما شفت كل الحاجات اللي انت بتقوليها دي، حتى وانت في اسوأ حالاتك وانت منعكشه نفسك ومزروطه نفسك دلوقتي من العياط وتدوري على مبرر ان انت تتحبي. مش واخده بالك ان انت اصلا بتتحبي دلوقتي حالا. انا بحبك، كان فين بحبك وعايزك تبقي معايا. انا نفسي ابقى معاك، نفسي اطمنه، مش عارفه. عايزك تطمني طول ما انا جنبك. ممكن وعدين ان انت تعملي كده لو سمحتي. ممكن تعملي كده بقى وكفايه عياط ثروته وحاجات ما تعيطيش تاني. لسه بقى حلمت غريب. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.